قبل لا تبدي الفيديو حبيت اخبركم انه هذا فيديو مشترك مع 4 قنوات جميلة، قناة صبا اونلاين وقناة آية وقناة عفاف وقناة نصرة. سو بحط لينك قنواتهم في صندوق الشرح، وبعد ما تخلصوا في الفيديو روحوا شوفوا فيديوهاتهم وشكرا. اول فكرة راح نسويها هي مؤشر الصفحات. راح تحتاجوا تيب ملون، خرامة، شريطة، مقص، وورق مقوى. تاخذوا الورق المقوى وتقصوه بشكل طولي، بعدين تاخذوا التيب الملون وترتبوا الألوان على حسب ذوقكم. بعد ما تخلصوا قصوا الجوانب وكرروا العملية من الجهة الثانية. بعد ما تخرموا الورقة دخلوا الشريطة وربطوها، وهذا هو الشكل النهائي. وبعد ما تخلصوا مذاكرين حطوا الماركر هناك على أساس تتذكروا فين وصلته. الفكرة الثانية هي البلانر الأسبوعي. راح تحتاجوا إلى مشابك ملابس، تيب ملون، خيط، وأوراق صغيرة. راح تاخذوا المشبك وتحطوا فيه التيب من فوق. كرروا العملية في المشابك الثانية بس حطوا فيها ألوان مختلفة من التيب. بعد ما تخلصوا كتبوا أسماء الأيام في كل مشبك. بعدها خذوا الخيط وحطوا في مكان في مكتبكم وعلقوا فيه 7 مشابك. كتبوا الأشياء اللي راح تسووها في اليوم الفلاني وحطوها في المشبك المخصص له. أما الفكرة الثانية هي الدفتر. راح تحتاجوا إلى صور ولزق شمعي، غراء، ومقص. أول شيء بتروحوا لجوجل وتختاروا مجموعة من الصور اللي تريدوا تحطوها في الدفتر. بعدين إذا حابين ترتبوا شكلها في برنامج البيجز أو الوورد على حسب البرنامج اللي عندكم، ترتبوها على الشكل المناسب اللي تريدوه. بعد ما تخلصوا اطبعوا الصور وقصوها. بعد ما تخلصوا قاصينها رتبوها في الدفتر اللي تريدوا تحطوا فيه الصور. وبعد ما تتأكدوا ان الترتيب هو الترتيب المناسب لزقوها. بعد ما تخلصوا ملزقينها بإمكانكم تقلدوا الدفتر بقلاد، او انكم تستخدموا هذه الطريقة، تاخذوا غراء وتخلطوا مع ماء وتحطوا في الدفتر. وبعد ساعتين هذا هو شكله النهائي. الفكرة اللي بعدها المشبك. راح تحتاجوا إلى ماركر صغير وماركر كبير ولزق شمعي، ألوان أكريليك، ورق بلاستيك، لزق مسدس، وإبر. تختاروا الصورة اللي تحبوها وتحطوا فيها البلاستيك وترسموا عليها. اقلبوا الرسمة اللي رسمتوها ولونوها بألوان الأكريليك. بعد ما تخلصوا ملونين خذوا ورقة بيضاء ولزقوها. بعد ذلك لزقوا فوق الورقة بلاستيك ثانية. خذوا الماركر الأسود وحددوا الرسمة من الجوانب. بعدين قصوها. بعد ما تقصوها بتلاحظوا ان في الحواف لون أبيض، لذا خذوا الماركر الكبير ولونوه باللون الأسود. بعدين حطوا شوية من لزق المسدس وحطوا الإبرة فيه وانتظروا لينشف. وهذا هو شكله النهائي. وهنا سويت واحدة ثانية وطلع شكله واجد رهيب.
وهذه هي نهاية الفيديو، لا تنسوا تسوي اشتراك ولايك إذا عجبكم الفيديو. شكراً.